أولا أعرفكم بنفسي، أنا ميس إيمان، معلمة اللغة العربية. نبدأ إن شاء الله. هناخد أول، مش هناخد أول درس، الأول هنعمل مقدمة عن أول درس هناخده السنة دي إن شاء الله. أول حاجة عايزة نرجع بالذاكرة كده كام سنة لورا ونفتكر النواسخ. فاكرين النواسخ؟ ايوه، اللي هي إيه النواسخ؟ كانوا اخواتيها وكده كان وأخواتها وإن وأخواتها. أحمد، أحمد هشام، إيه هي إيه عوام إيه هي يعني إيه عمل إن إيه عمل النواسخ؟ يعني إيه نواسخ؟ يعني إيه سواء حروف أو أفعال ناسخة؟ يعني إيه؟ ليه سموها ناسخ؟ بتعمل، بتدخل على الجملة بتعمل لا كلمة ناسخة ليه بنقول عليها أفعال ناسخة؟ تعرف؟ وليه بنقول عليها ولا لسه أفعال ناقصة؟ قول. لا قول، مش سامع. تعرف أنت يا عمر؟ يا عمر؟ فايدة النواسخ صوتك بيقطع. على المكتب. بس يعني مس السؤال لما إن وقتها وكده بتدخل على الجملة هي بتغير بتدخل إفنا. على الجملة. أيوه هقول تاني، هقول أنا عارف بتغير قول إفنا. ماشي. بتغير ايه؟ قول اللي بتغير. إن وأخواتها لما ايوه بتدخل على الجملة بتخلي يعني الاسم الأول اللي هو المبتدأ ايوه منصوب، تمام، وفعلا العكس بتخلي العكس الخبر هو اللي منصوب. تمام. هو انا بس السنه دي هيهمني كان واخواتها اكتر من ان واخواتها. ماشي، وانت يا عمر ايه اللي تعرفه؟ برافو معروف إن عليك يا كانوا أخواتيان لما بيدخلوا ايوه المبتدأ بيبقى اسم كان، والخبر بيبقى بيتغير الأسلوب بتاعه تمام. من الرفع، ايوه يعني الخبر بيترفع هيبقى باسم ايوه كان، تمام، انتوا الاثنين فبيبقى صح، اسم خبر لكان. انتوا الاثنين صح وبرافو عليك. بس السؤال اللي انا كنت بسأله، ليه بنسمي الافعال دي، مجموعة الافعال كان واخواتها او مجموعة الحروف ان واخواتها، بالنواسخ؟ ليه بنسميها ناسخة؟ لانها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، بتنسخ حكم الجملة الاسمية. يعني ايه بتنسخها؟ يعني بتغيرها، عشان كده سميناها افعال وحروف ناسخة. طب بالنسبة للافعال، الافعال سميناها افعال ناقصة. ليه سميناها ناقصة؟ تعرف ليه؟ ايه الفرق بين الافعال الناقصة والافعال التامة؟ عارفين ايه؟ أحمد وعمر. طيب الفرق بين الأفعال، النقصة بتحتاج قول الأفعال الناقصة بتحتاج إيه؟ حاجة تكمل معناها، صح؟ أيوه الناقصة بتحتاج حاجة تمت تكمل معناها. أفعال أيوه، والتامة بيبقى فعل كامل أصلا، بتبقى تامة يبقى أصلا. الفعل تمام محتاج حاجة زيادة. تمام طيب بص، الأفعال التامة بتحتاج إلى مرفوع وأحيانا إلى اسم منصوب. المرفوع اللي هو فاعلها، بتحتاج لفاعل، دي الأفعال الإيه؟ التامة. الأفعال الناقصة لا، الأفعال الناقصة لا تحتاج إلى فاعل، ولكن هي ناقصة. يعني هنقدر إيه نفرق بينهم برضو؟ إيه إن الأفعال الناقصة يمكن الاستغناء عنها. يعني إيه يمكن الاستغناء عنها؟ يعني لو جبت لك جملة زي مثلا كان التلميذ كسول، كان التلميذ كسول، ولو قلت لك ذهب التلميذ مبكرا، آدي فعل ناقص وآدي فعل تام. تمام، ادي الاسم المرفوع بتاع الفعل كان اللي هو اسم كان، وادي الاسم المرفوع بتاع ذهب اللي هو فاعل الفعل ذهب. تمام، ادي دي احتاجت لايه؟ لمرفوع، ودي احتاجت لمرفوع. الفعل ذهب مش محتاج لمفعول به، ومش محتاج لايه؟ لاسم منصوب يقابل معناه، لكن كان محتاج ان احنا نكمله، نكمل الايه؟ النقص، نكمل الجملة. كان التلميذ كان ايه؟ كان كسولا. تمام، تعالى كده نجرب ونشيل الفعل من الجملة.
اقرا كده الجملة هتبقى ايه؟ التلميذ كسول. التلميذ كسول. جملة مفيدة ولا مش جملة مفيدة يا حازم؟ مفيدة. جملة مفيدة، عشان كده بقول الايه الفعل هنا ناقص. طب لو شلت يا محمد، لو شلت محمد إبراهيم، لو شلت ذهب من جملة ذهب التلميذ مبكرا، هل الجملة اللي قدامي دي جملة مفيدة؟ لو لا قلت مش مفيد. مش هتبقى مفيدة. محمد إبراهيم مش انت اللي رديت عليا؟ ماشي صح يا عمر، لو شلنا ذهب الجملة مش هتبقى مفيدة. يبقى كده نفهم ان الفعل التام لا يمكن الاستغناء عنه، ما اقدرش اشيله من الجملة، لكن الفعل الناقص ممكن اشيله من الجملة. تمام، انا ده عشان افرق بين الفعل التام والفعل الايه والفعل الناقص. تمام، درسنا السنة دي الدرس الأول السنة دي في أولى ثانوي هو هو كان وأخواتها، بس هنعمل بفرق بسيطة بين كان وأخواتها وبعضها. كان وأخواتها أحيانا بتيجي تامة وأحيانا بتيجي ناقصة. يعني إيه؟ يعني إيه بتيجي تامة ويعني إيه بتيجي ناقصة؟ هي أفعال ناقصة ناسخة بتدخل على الجملة الاسمية، ترفع المبتدأ وتسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ولكن في أحيان تاني بتيجي تامة. تعالوا نبص على الأمثلة كده اللي عندنا. ثانية، الأفعال التامة لا يتم معنى الجملة إلا بها. ذهب التلميذ مبكرا، ما أقدرش أشيل الفعل. الأفعال الناقصة الناسخة يتم معنى الجملة بدونها. كان الطالب يقرأ كتابه، ظل المعلم يشرح. أقدر أشيل الفعل الناسخ ولا الفعل الناقص من هنا؟ أقدر أشيل كان وأقدر أشيل ظل، هيتبقى معايا جملة مفيدة. هنا ما أقدرش أشيل يقرأ وما أقدرش أشيل يشرح. لو قلت الطالب كتابه ماله، طيب عمل إيه في كتابه؟ قطع كتابه، قرأ كتابه، كتب، عمل إيه؟ مش معروفة. لازم الفعل يكون موجود عشان الجملة تتم، الجملة تتفهم. نفس الكلام، المعلم يشرح الدرس، ما اقدرش اشيل الفعل يشرح، اقول المعلم الدرس، عمل ايه المعلم في الدرس؟ شرحه، كتبه، عمل ايه في الدرس؟ مش معروف. تمام، ده هنا التفرقة ممكن بين أقول الايه. كمان نعم اتفضل. في المثال اللي تحت، ظل المعلم يشرح الدرس. بالمثال ظل المعلم يشرح الدرس، ماله؟ احنا شلنا كلمة ظل على إنها الفعل، طب ما هي الفعل ظل الناقص اللي في الجملة. لا مش ظل. في يشرح، الجملة فيها كلمة يشرح. في المثال اللي فوق، المعلم يشرح الدرس، اها وقلنا يشرح على أساس إنها هي الفعل، بس تمام، إحنا ما خدناش يشرح الجملة اللي تحت هي الفعل. ما خدناش الفعل هنا يشرح هي الفعل، عشان انا بتكلم هنا على الافعال الناقصه، انا تركيزي هنا على الفعل الناقص. الجمله دي فيها فعلين، الجمله دي فيها فعلين، الجمله دي فيها فعلين، فعل ناقص وفعل تام، والجمله دي كمان فيها فعل ناقص وفعل تام. تركيزي في الجمل التانيه دي على الفعل الناقص كان وظل. فهمت الكلام؟ تمام تمام طيب نيجي بقى لإيه؟ زي ما قلت لكم، كان وأخواتها أحيانا بتيجي تامة وأحيانا بتيجي ناقصة. اديني دقيقة واحدة، في مشكلة بس معلقة. ايوه نكمل. قلنا هنا كان، الصوره عامله كده ليه؟ في ايه؟ انتوا شايفين الشاشه كويس ولا فيها حاجه؟ يعني فيها حاجه مش مظبوطه؟
لا شايفينها كويس. تمام. نيجي عند تاء كان التامة وكان الناقص. قلنا الأفعال كان وأخواتها ممكن تيجي أفعال تامة وممكن تيجي ناقصة. طب وهو ده إزاي؟ ما هي كان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، زي ما احنا عارفين. الناقصة، الناقصة بيقولك لا تكتفي بمرفوعها وتحتاج إلى ما يكمل معناها، اللي هو ايه اللي بيكمل المعنى عندي؟ اللي هو الخبر. حطيت لك هنا ايه المثال، اجتهد الطالب فكان النجاح نصيبه. تمام، دي كانت تامة اللي احنا عارفينها، فكان النجاح نصيبه. كان فعل ناقص، ناقص ناسخ، النجاح اسم كان مرفوع، نصيبه خبر كان منصوب، والهاء ضمير مضاف اليه. تمام. طيب نيجي بقى عند كانت تامة. كانت تامة تكتفي بالمرفوع، الاسم المرفوع بعدها، وبيكون فاعل لها مش اسم كان، بتكتفي به ولا تحتاج إلى اسم منصوب. يعني لو بصينا للجملة كده زي الجملة دي، ولقينا الجملة فيها كان وبعدها اسم مرفوع ومفيش اسم منصوب، مفيش خبر لكان، إذا كان هنا تامة. بس ايه، مش معنى ان مفيش اسم منصوب وخلاص، لا، وان لو شلت كان من الجمله وحطيت مكانها فعل تاني، او لو شلتها من الجمله، فالجمله هنا هتبقى ايه؟ الجمله هنا هتبقى تامه. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ تعال بص للكلمتين وهعمل لك معادله بسيطه كده تبسطك الدنيا كلها. لما يجي جمله زي دي وجملة زي دي، شيل كده كان من الجملتين. اقرأ يا عمر الجملة الأولى وشيل كان منها. اجتهد الطالب فكان النجاح نصيبا، أيوة، اجتهد الطالب النجاح نصيبا. فالنجاح نصيبه. تمام الجملة تامة ولا مش تامة؟ نقص، لا تمام، تامة. أنا شلت كان فالجملة بقت لا مش تامة. بقرا الجملة الأولى، أنا بقرا الجملة الجملة الأولى دي. اللي هي الجملة دي، اجتهد النجاح، اجتهد الطالب فكان النجاح نصيبه. أنا شلت كان بقت اجتهد الطالب فالنجاح نصيبه. الجملة هنا تامة ولا ناقصة معنى؟ معناها تام ولا ناقص؟ تمام المعنى تام، تام المعنى، وكان ناقص. تمام؟ طب بص هنا بقى، اجتهد الطالب يا فاطمة، اجتهد الطالب فكان النجاح. فيني كان من الجملة، ايه بلاش فاطمة، ماشي، ها يا حازم، نعم اجتهد الطالب فكان النجاح، شيل كان واقرا الجملة. يبقى اجتهد الطالب النجاح. فالنجاح، هل دي جملة تامة؟ هل هي جملة مفيدة؟ لا لا، يبقى الجملة ايه؟ ناقصة معنى. طالما هي ناقصة معنى يبقى كان هنا تامة. يعني انا هنا ايه؟ هشيل كان من الجملة، شلت كان من الجملة، معنى الجملة تام اذا كان هنا ناقصة، معنى الجملة ناقص اذا كان هنا تامة، علاقة عكسية. بالعكس، كان الناقصة لو شلتها جملة بتبقى تامة. ليه؟ ما أنا عارف إن أساسا كان الناقصة بتدخل على الجملة الاسمية، يعني أصلا الجملة كانت تامة قبل ما تدخل كان وأخواتها عليها، صح؟ فالطبيعي إن أنا لما أشيل كان الناقصة من الجملة يبقى الجملة أوريدي، الجملة صحيحة، الجملة تامة، الجملة مفيدة. تمام؟ لكن كانت تامة زيها زي أي فعل تام، زيها زي ذهب، زي قرأ، زي كتب، زي لعب، زي ذاكر، زي أي فعل تاني في الدنيا. تمام؟ وصل الفكرة؟ تمام. و عشان أقول إن كان وأخواتها أفعال تامة، هنا بيتغير، هنا طبعا جاية الفعل كان مش بمعنى كان اللي هو ان الفعل حدث،
اللي هو فعل النجاح حصل في الماضي، لا بمعنى حصل، كان هنا بمعنى حصل. وكل فعل من افعال من الافعال الناقصه او الناسخه بيجي بمعنى اخر، بمعنى كان هنا قلنا بمعنى حصل، والتقدير اجتهد الطالب فحصل النجاح او فحصل على النجاح، تمام، او حقق النجاح. نقول مثلا ايه في بقيه الافعال، كل فعل تاني له ايه، له معناه. اصبح بقى ايه، بقى الفعل في وقت الصباح، اصبح العمال. لو مثلا قلت اصبح العمال ماهرون، دي كان ايه، اصبح هنا تامه ولا ناقصه؟ لو قلت اصبح العمال ماهرون، دي تامه ولا ناقصه؟ دي تانية ايه ناقصة ناقصة ايه ناقصة ناقصه، تمام. لكن لما اقول مثلا في ايه في القران الكريم، فسبحان الله حين يصبحون وحين يمسون. يصبحون ده اسم من الاسماء الخمسه، سوري، ده فعل من الافعال الخمسه، مشتق من ايه، او جاي من الفعل اصبح، صح. ويمسون برضو جاي من الفعل امسى، بس هنا بمعنى ايه، حين هنا يصبح. تم. هنا تامة. ليه تامة؟ أولا ما فيش اسم منصوب جاي بعد اسم، ثانيا إن هما بمعنى إيه، حين يصبح، حين يصبحون في وقت الصباح أو حين يصبحون في وقت المساء، تمام. لما بنبقى في الوقت ده نحن نصبح الصباح، صح. لما بنقول أصبحنا وأصبح الموت، مين اللي أصبح؟ نحن أصبحنا. يعني إيه أصبحنا؟ يعني بقينا في الصباح، ده فعل وفاعل، تمام. وصل النقطة، بيتغير المعنى من حدوث الفعل اللي هيجي في الخبر، أو حدوث الحدث اللي هيحصل في الخبر، زي ما قلنا أصبح زي ما بنقول أصبح العمال، أصبح العمال ماهرون. المهارة دي بقى أصبحت، بقت في الصبح، يعني الصبح بقوا ماهرون، اصبحوا ماهرون، او امسوا ماهرون، بقوا في وقت المساء بقوا ما ايه ماهرون، ده هنا ايه ناقصه. لكن لما اقول اصبحنا، بلاش اصبحنا واصبحنا واصبح الملك، واصبح الملك لله، اصبح مين، اصبح الملك، بلاش دي. إيه لما الآية اللي قلناها، اللي هي حين، سبحان الله، حين يصبحون، حين يصبحون، ما فيش اسم منصوب ده أولا، ثانيا مين اللي هيصبحون، هيبقوا امتى، يعني ايه يصبحون، يعني صاروا في وقت الصباح، أو حين يمسون صاروا في وقت الايه المساء. هنا أصبحوا ايه، أصبحوا ماهرون. لابد من الايه، لابد من الخبر عشان نفهم الايه أصبحوا إيه؟ عايزة أكمل معنى الفعل، هما أصبحوا، أصبحوا إيه؟ أصبحوا ماهرون. لكن هنا حين يصبحون، يعني إيه حين يصبحون؟ يعني حينما يصبح، يعني لما بقوا في وقت الصباح، تمام؟ إيه ده بالنسبة لإيه؟ لمعنى أصبح. وأمسى نفس الكلام، وبات بنفس الكلام، كل واحدة فيهم ليها معنى الإيه؟ الوقت بتاعها. يصبحون وقت الصباح، يمسون وقت المساء، يضحون أو أضحى وقت الضحى، بات وقت المبيت، ظل، ظل بمعنى بقي، بمعنى ظل ودام بمعنى بقي، يعني باقون. ظللنا ساهرون، مين اللي ظللنا؟ نحن ظللنا، ظللنا، لا ساهرين، سهرانين يعني. لا دي كده ناقصة. استنى هجيب لك جملة تانية. إيه ماشي، ضلة قلنا بمعنى بقية، هفكر لكم الجملة دلوقتي. صار بمعنى رجع، لما نقول في قوله تعالى إلى الله تصير الأمور، إلى الله تصير الأمور،
فين الفعل؟ الفعل تصير، تصير الفعل المضارع من صار. تمام، الأمور هنا إيه؟ تصير هنا بمعنى إيه؟ يعني إيه إلى الله تصير الأمور؟ معنى الفعل إلى الله ترجع الأمور، إن الأمور بترجع إلى الله. تمام، ف ابتدى كلمة الأمور هنا إيه؟ هي فاعل لتصير، الأمور هنا هي اللي بتصير، هي اللي بترجع. فهنا الفعل صار تحول من فعل تحول، من فعل التحول، يعني هو في الناقصة صار فعل اسمه فعل تحول، صار الثلج ماء، ده تحول. تمام، لا في لما بيبقى تام، لا بمعنى يرجع، ترجع الأمور إلى الله، أو إلى الله ترجع الأمور. تمام، بيجي هنا بمعنى تاني اللي هو بمعنى ترجع. برح بمعنى ترك، ما برحت مكاني، ما برحت مكاني أي ما تركت مكاني. هنا ماله، هنا ما بر فعل وفاعل. تمام، مش فعل واسم إيه، واسم ما، واسم برحة أو ما برحة. تمام، هعرف منين أو أفرق منين، زي ما هيجينا في الأمثلة، أفرق منين بين التامة والناقصة. أول شيء بشوف في اسم منصوب قدامي في الجملة ولا لا، في يبقى دي إيه، يعني ما فيش الأول، لو ما فيش يبقى دي تامة، ما فيش اسم منصوب يعني ما فيش خبر لكان وأخواتها، إذا دي كان تامة. طب لو في اسم منصوب، طب أنا مش عرفني ده مفعول به ولا حاجة تانية؟ لا، في الحالة دي أنا هعمل إيه؟ في الحالة دي أنا هشيل الفعل الناقص من الجملة. والله الجملة تمت، يبقى كان دي ناقصة. الجملة غير تامة، الجملة هنا إيه؟ فالجملة هنا الجملة غير تامة، يعني الجملة ناقصة، يبقى كان هنا تامة. فاهمين الكلام ولا الدنيا متلخبطة؟ تمام، طب بس تعالوا أنا بقى كده فاهم، بس قول أنا متلخبط ما بين لما تكون الكلمة تامة ايه؟ معناها إيه، ولما ناقصة تبقى معناها إيه. الناقصة معناها ايه والتامة معناها ايه؟ تمام، الناقصة اللي هي كان اللي بتنصب، اللي تدخل على الجملة الاسمية، اللي بتنصب، اللي بترفع المبتدأ وترفع وتنصب الخبر، دي الناقصة. تمام، الناقصة بتدخل على الجملة الاسمية، بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. معنى كده ان هي داخله، احنا عارفين ان هي بتدخل على الجمله الاسميه، يعني الجمله من غيرها جمله تامه. يعني لما هشيل الفعل الناقص اللي عندي، الجمله معناها تام. تمام، يعني ايه معناها تام؟ يعني جمله مفيده، جمله مفهومه. تمام، لكن الفعل التام سواء كانت تامه او اي فعل تام تاني، ما اقدرش اشيل الفعل من الجمله. ليه؟ لأن لو شلته هيختل المعنى بتاع الجملة. زي لما قلنا من شوية، الجملة اللي كنت كاتباها، اجتهد الطالب فالنجاح نصيبه. هو كان فيه هنا كان، فكان النجاح نصيبه، لما شلت كان بقت فالنجاح نصيبه، برضو جملة تامة. يبقى كان دي مالها؟ يبقى كان دي ناقصة. طب لما نقول اجتهد الطالب فكان النجاح، لو شلت كان هقول اجتهد الطالب فالنجاح، ماله النجاح؟ مفيش خبر. لكن لما قلت فكان النجاح، التقدير اجتهد الطالب فحصل على النجاح او فحقق النجاح. او هنا كانت غير معناها اصلا، بس هنا كان ما اقدرش اشيلها، ما اقدرش اقول فالنجاح، لكن لازم اقول فكان النجاح. فاهم ازاي؟ انا قلت انا لما قلت حقق او قلت حصل، انا حطيت معنى الفعل. في كان واخواتها التامه بيتغير المعنى بتاع الفعل. زمان لما اخذنا كان واخواتها، اخذنا ان كل فعل من الافعال دي لها معنى. لما قلنا اصبح بمعنى ان الفعل حصل في الصباح، امسى الفعل حدث في المساء، اضحى الفعل حصل وقت الضحى، ظل وقت الظل، بات وقت المبيت في الليلة، صار أي تحول. كل فعل من الأفعال دي هي من أفعال كان وأخواتها ليها معنى. تمام، في كان وأخواتها التام بيتغير ذلك المعنى. تمام،
بيتغير ازاي؟ بيتغير زي ما احنا شايفين كده، كان ما بقتش كان، امال بقت ايه؟ بقت بمعنى تحقق او حصل. تمام؟ بنعرف كان التامه من كان الناقصه، اسهل طريقه ان انا اشيل الفعل اللي ايه؟ الفعل اللي قدامي اللي هو كان واخواته. والله الفعل الجمله هم عكس بعض، جمله وايه؟ وكان واخواتها. لو الجمله تم بعد الحذف، لو الجملة تامة يبقى كان ناقص، طب لو الجملة ناقصة يبقى كان تامة. معادلة. تمام؟ وصلت يا مين اللي كان بيسأل؟ حازم ولا مين؟ مين اللي كان بيسأل؟ طيب أحمد يس أحمد. تمام، وصلت يا أحمد. أه يس شكرا تمام. إيه ده من ناحية الإيه؟ تقسيم كان وأخواتها تامة وناقصة، من حيث الإيه؟ من حيث التمام، من حيث المعمول بتاعها، هل هترفع مبتدأ ولا هترفع فاعل ولا هتعمل ايه؟ تمام، ده بالنسبه لكده. في بالنسبه دي التصرف، يعني ايه تصرف؟ يعني ايه فعل متصرف؟ امتى اقول الفعل ده متصرف وامتى اقول ده غير متصرف؟ عارفين يعني ايه فعل متصرف؟ الأفعال المتصرفة اللي بيجي منها ماضي ومضارع وأمر. تصريفات الأفعال، تصريفات الأفعال، هل كل الأفعال بتاعت كان وأخواتها بتيجي متصرفة؟ هل كل أفعال كان وأخواتها بيجي منها ماضي مضارع أمر؟ لا، في أفعال ناقصة، ناقصة التصرف. تمام، وفي افعال جامده لا تتصرف، في افعال متصرفه. كل الافعال لما تلاقي الفعل كده لوحده، كان، اصبح، اضحى، امسى، بات، صار، دول مالهم؟ دول تام التصرف. يعني ايه تام التصرف؟ يعني بيجي معاهم ماضي، بيجوا في المضارع وبيجوا في الامر. كان يكون كن، اصبح يصبح، اصبح، اضحى يضحى، اضحي، أمسى يمسي، أمسي، ظل يظل، ظل، بات يبيت، بت، صار يصير، صر. ماضي مضارع أمر. الأفعال التانية، كل الأفعال اللي بتبدأ بما المصدرية، ما زال، ما برح، ما انفك، ما فتح، ملأ، ناقصة التصرف. يعني إيه ناقصة التصرف؟ يعني بيجي منها ماضي ومضارع فقط، لا يأتي منها الأمر. يبقى تام التصرف ماضي مضارع أمر، ناقصة التصرف ماضي ومضارع فقط. في فعلين بيجوا ناقصين أو جامدين فقط، لا يأتي منهم إلا الماضي، اللي هما ليس وما دام، لا يأتي منهم إلا الماضي فقط. تمام، ده في إيه؟ ده من ناحية الإيه؟ التصرف. تعالوا بقى إيه، في كام مثال كده هنحلهم. كده أمثلة راحت فين؟ يلا طيب، عايزين نشوف الأمثلة دي كان هنا تامة ولا ناقصة، وعايزين نعرف. يلا، أصبح محمد نشيطا. يلا يا أحمد. نايس كان أو لا أصبح محمد نشيطا. دي أصبح هنا إيه؟ تامة ولا ناقصة؟ نايس فين إيه؟ أهي هتكون ناقصة ناقصة. تمام،
اللي بعدها ناقصة واسمها وخبرها ايه؟ طيب خبرها نشيطا وابتداء محمد أو اسمها خبرها نشيطة واسمها محمد. تمام. طيب طيب يا عمر بص كده للجملة الثالثة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. عايزاك تعرب لي أحدهم. أها دوم ده مبتدأ ايه؟ مبتدأ لا انا عايز اعراب الكلمه دي بس، مش عايزه بقى كان هو اخواتها ولا، انا عايزه اعراب الكلمه دي بس. مفعول به لا نركز كده شويه. ثواني ايه؟ افتكر كده ثواني دروس قديمة كده شوي. نورة معايا؟ تمام. هسألك السؤال اللي بعده بس. ها يا حمد، لا ليش إذا بشر أحدهم، بشر هنا الفعل إيه؟ شكل الفعل ده ايه؟ ده فعل ايوه ماضي ماضي. ماله؟ فعل ماضي عادي كده زي ذهب واكل وشرب ولعب وكده، ولا في حاجه مميزه عنه؟ يكون مثلا يعني مبني المجهول كده ولا حاجه. مبني المجهول مظبوط صح. يبقى احدهم يا ربي. ها الاسم المرفوع بعد الفعل المبني المجهول بيعرب ايه؟ ايه ها نائب فاعل يا عمر. ايه يا عمر نسينا؟ ده ألف بنحو، ده النحو القديم ده نائب فاعل. انت سامعني؟ سامعني يا اولاد ولا في مشكلة في الصوت؟ مش سامع صوت. سمعنا حضرتك يا تمام أستاذ. تمام يبقى هنا لما طلبت منكم تعربوا هنا احدهم، كنت عايزه اركز في ايه؟ في حاجه كده من الحاجات اللي بعض الطلبه بيقعوا فيها. اذا بشر احدهم في اللي يشوفها يقول لي مفعول به. ليه؟ لان هو اللي اتبشر. بشر مين اللي بشر؟ احدهم هو اللي ايه؟ هو اللي بشر. تمام، هو اللي جات له البشره. تمام. بس هنا الفعل ده فعل مبني للمجهول وليس مبني للمعلوم. طالما مبني للمجهول، مبني المجهول ماله؟ هنقول قاعدة كده، الفعل مبني المجهول هو الفعل الوحيد في اللغة العربية اللي لا يمتلك فاعل، ملهوش فاعل، مفيش فعل في اللغة العربية إلا وله فاعل، إلا الفعل مبني المجهول ملهوش فعل، لم يسمى فاعله. طب بيعمل ايه؟ ما هو اي فعل بيحتاج لاسم مرفوع. دي الافعال الناقصه بتاخد المبتدا وبتسميه اسم لها وبترفعه. طب المبني المجهول ده هيعمل ايه؟ المبني المجهول بيقوم واخد المفعول به ويرقيه لايه؟ بيرقيه يبقى نائب للفاعل، ولا حصل فاعل ولا حصل مفعول، يبقى نائب فاعل. هو المفعول ولكن بياخد علامه الاعراب بتاعه الفاعل وبيتسمى نائب للفعل. تمام؟
ده بالنسبة للإيه؟ للفعل المبني للمجهول. طيب كل الأمثلة اللي هنا دي كان فيها ناقصة. تعالوا بقى هنا، نورة، ما زال الإسلام نوره ساطع، دي تامة ولا ناقصة؟ ايه يا نورة معايا؟ ايه عشان اعرف هي تامة ولا ناقصة بعمل حاجة بسيطة، انا بشيل الفعل، الفعل تام ولا ناقص؟ ايه طب انا مش سامع حاجة يا نور. احمد نعم يا أستاذ. قول انت، ما زال الاسلام نوره ساطع كان هنا تامة ولا ناقصة؟ هنا تم إن المعنى اتغير، مش لازم ملاش. هنشيل زي ما زال، هيبقى الاسلام نوره ساطع، الجملة دي تامة ولا ناقصة؟ ما زال افتكرت زالة، بس لا لا يبقى نقص. ناقصة. تمام طيب يا عمر، ظل الطفل نائما حتى أضحى. ايوه أيوة الجملة اهي، أنا بختار كده، ظل الطفل نائما حتى أضحى. الجملة كان هنا تم ولا ناقص؟ لا نعم تم. ظل ولا أضحى؟ مين فيهم؟ ها أضحى. تمام أضحى تام. طب وظل؟ إيه برضه ظل تامة. وبرضو ظل تام صح، برافو عليك. تمام، لم يبرح اللاعب مكانه، يمين